المدن. عرضية أمضاء مباركو بدبودا يوصل كرة في الوسط من جديد بن دبكة لعزي يرفع كرة طويلة عزي هائلة ممتازة لمدن داخل منطقة العمليات يحاول من هناك كرة صعبة أول أهداف المباراة سويبع المنتدب الجديد يتمكن من الوصول إلى الشباك وتسجيل أول أهدافه بألوان البنودية في الدقيقة 17 أو في الدقيقة 18 من المرحلة الأولى بعد عملية وعمل جيد والتحضير لهذه الكرة التحضير والتخطيط والتنفيذ والوصول إلى الشباك من سويبع أول أهدافه بألوان البنودية اليوم. أظن في أول يعني اللقطة شوف هنا تمريرة من المؤذن في المستوى طلب الكرة وراء دفاع فريق وداد تلمسان ونظن هداف كسويبع للعاب اللي عنده أكثر ثقة ونظن الهدف يعني جميل وما استعملش القوة يعني سد تحت أرجل الحارس ويعني هدف بطريقة جميلة جدا شباب ليتور يعني باثنين واحد نعم كان المرشح الأول بعدما هي كرة المولودية من هنا يتمكن من الوصول إلى الشباك للمرة الثانية يمنح الأفضلية والأسبقية يضاعف النتيجة بكرة عرضية عرضية مباشرة في الزاوية الصعبة للحارس بوشعور يمنح الهدف الثاني لبنودية الجزائر أمام وداد تلمسان خير الدين خريس ليس هذا هو السيناريو الذي كان يتمناه أكيد يعني تشوف يعني ارتباك كبير والهدفين اللي تسجلوا على دفاع فريق وداد تلمسان من الجهة اليسرى ما فيش يعني ما فيش تغطية شوف هنا الكرة ما فيش تغطية على المدافع الأيسر نظن وجد روحه لاعب نقاش لتسدد الكرة يعني في المرمى شوف هنا كرة في عمق الدفاع ما فيش تغطية شوف هنا والسرعة هي اللي صنعت الفارق ونظن تفوق على مدافع أيسر الكرة والسرعة الكرة أكيد البينية الرائعة أكيد السرعة والقائم الكرة كانت في الاتجاه المعاكس يعني الصعب صافرة الحكم أعلنت عن تنفيذ الخطأ هائلة الهدف الثالث من بالغ بالغ يعمق في جراح الوداد يسجل الهدف الثالث في الوقت البدل الضائع من المرحلة الأولى لهذه المباراة كرة ثابتة من حشود بحثت عن رأسية أو عن رأس بالغ المتابع للكرة ويسجل الثالث في مرمى الحارس بوشعور أصبحت النتيجة ثقيلة على الوداد لا تبقى من شيء صحيح نتيجة ثقيلة وما كانت منتظرة وظن فريق اليوم فريق وداد تلمسان سهل نوعا ما طريقة تسجيل مدية الجزائر نظن الدفاع فريق وداد تلمسان كان غائب في الشوط الأول حتى ولو شافوا المخالفة يعني كانت مسددة بطريقة ممتازة من حشود وشوف هنا رأسية بالغ ما فيش تسلل وحده بدون مراقبة والشيء غير مقبول هو لما تتلقى الأهداف على طرق ضربات ثابتة تلمسان الأجل عودة تكون أحسن مع لاعبين مستقدمين هناك كرة للبنودية صعبة خطيرة هائلة ولكن أخطأ ضرب الكرة ما زالت الخطورة للبنودية التحضير للتسديد بينية ممتازة الهدف الرابع ثنائية من نقاش اليوم أمام المرمى بعد عملية هجومية دائما كرات قصيرة في العمق صحيح قاتلة الكرات القصيرة الشيء الإيجابي اليوم مولودية الجزائر في يعني في الصندوق شوف يعني كرة قصيرة في عمق الدفاع من أماشي ناحية سويبع سدد ثلاثية تبع الكرة الحس التهديفي للاعب نقاش ماشي بدأ العملية بامتياز ثم سويبع لم يكن أنانيا
والتكملة ولله كان من جانب النقاش يضيف الهدف الرابع في الوقت البدل الضائع من زمن المباراة 4-0.